سوا مع أهلينا، ممنوع تجوع، ممنوع تمرض، ممنوع تبرد. مبادرة الدواء هي عبارة عن شوية أدوية نحن بلشنا فيها نجمع من بيوت الناس. أول شغلة الأدوية بتتوزع للناس اللي هي محتاجة، كفريق بنروح بنقدم له إياها على البيت. أهلا وسهلا فيك. مرحبا، حضرتك طالبة أدوية من عنا؟ شكرا حبيبتي، كل لك ذوق، بارك الله فيكم. أمين وفيك. بس دقيقة، أنا عندي دواء ماني عايزته، وخذوا أنتوا. يلا حبيبتي، يلا تفضلي. بدون وصفة طبية صراحة نحن ما هلا ما عم نعطي، نحن كنا قبل نعطي الناس بدون وصفة، هلا ما بنعطي. مثلا في ناس كانت تاخذ من عندنا أدوية مرة ومرتين وثلاثة لنكتشف إنه عم ببيعون. كثير كمية أدوية كثير كبيرة كانت توصل لعنا، مثلا خالصة مدتها صراحة تحرق لنا قلبنا، إنه أدوية كانت كثير مهمة. تحدينا الصعوبات وما استسلمنا، وأنشأنا مبادرة ممنوع تبرد. أنا أساساً بشتغل نيرس ممرضة، وهلأ حالياً عندي محل إكسسوار ومكياج. هلأ بالنسبة للوقت صح عم بخسر شغلي، يعني عم بسكر مصلحتي، خصص يوم مثلاً للمبادرات. سوا ممنوع نجوع هي مبادرة بلشت بفكرة، ونحن هون صرنا نطبخ ونوزع للناس. كوننا أشخاص لا ما عم نستفيد مادياً أبداً، وما عم بالعكس نحن عم نحط من جيبتنا لحتى نساعد الناس ونعمل هاي الطبخات. نحن هدفنا إنه أول شغلة نطور المبادرات تاعيتنا. ما بدنا نشوف حدا جوعان، ما بدنا نشوف حدا بردان، ما بدنا نشوف حدا بحاجة لحبة دواء ونحن قادرين نجيبها وما نجيبها، فبدق بيوت الناس وبجيب الأدوية وبعطي الناس المحتاجة.